صلاة التراويح صلاة التراويح أو قيام الليل أو التهجد هذا شيء واحد تصلى متى تصلى من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى أذان الفجر هذا وقت الصلاة صلاة قيام الليل التراويح التهجد يصلي ركعتين 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 ثم يجعل آخر الصلاة وترا يوتر بركعة واحدة الأصل أن الأفضل في هذه الصلاة أن تصلى في البيت إلا في رمضان تصلى جماعة في المساجد قال عليه الصلاة والسلام من قام مع إمام يعني يصلي الصلاة صلاة قيام الليل التراويح حتى ينصرف صلى الصلاة كاملة كتب له قيام الليل كأنما قام كل الليل من العشاء إلى الفجر فتاجر بزراجه يعني شبكه يعني هذا زي يعني